لا تحصى. أولا الستات المتزوجات دايما بيستعملوها، حذر فذر. أوكي، المكونات بتاعتها بسيطة موت، الحاجات اللي هنحطها على بعضياتها بسيطة موت، اتش بسيطة بسيطة بسيطة. يس، بحاول استنى واخر عشان الناس كلها تتفضل، واللي فاتوا حاجة لما انا اخلص يقدر يدوس على زرار ويحرك العصاية تسير بامر الله ويشوف كل اللي فاتوا. اوكي، الكيس ده كيس مصري، اقسم بالله كيس مصري، كيس مصري، تحيا جمهورية مصر العربية. ده كيس مصري متهرب، متهرب ودخل انجلترا. اوكي، المادة اللي هنا جوه ستات كتيرة قوي بتاخد منها بما يعادل ملعقة صغيرة او ملعقة كبيرة بتأدي الغرض. هو قال ان هو طحنها، لكن انا بالنسبة لي عايزة اطحنها، فانا هاخد منها شوية وهاطحنها. هي ايه؟ هي ال الشابة. يا شابة، الشابة اللي لما بتسخني مية بتحطي فيها حبة قد كده النونو للناس الناضجين الكبار، وبتعمل بيها حمام بخار لنفسها كاسيت، او بتحطه في البانيو وبتنام في البانيو وبتستعمله. انا دلوقتي هحاول اني اطحن شوية منها عشان هو ما طحنها ليش كويس. اوف كورس هو مش فارق معي، لكن انا فارق معايا اني اطحنها. مش هحتاج من مادة الشابة دي غير معلقة واحدة بس يا شابة، واشرب مية عشان انا كنت بره طول اليوم وعندي نقص في المية بتاعتي وكنت خلصتها. المية دايما يا جماعة تكون معاكم في اي حتة، مية بالموارد، مية بالنعناع، مية بالروزماري، اكليل الجبل، المهم ان انت تعطري المية بتاعتك بجد، فعلا بتنعم البشرة وبتخلي النضارة في جسمك وفي وشك وفي كل حتة فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونتوكل على الله. كان ممكن اطحنها قبل ما افتح، لكن انا حابة اني اشاركه التفاصيل عشان تفهمي، حتى لو رحتي للعطار عند الدهالك بتحسي ان هي لسه خشنة، بتقدري تنعميها في الكبة بتاعتك. اوكي، مش هتحتاجي كتير للخلطة بتاعت النهاردة، لكن انتي ممكن تنعميها كده كده علشان هي هنعمل منها حاجات كتير بعدين. alright، انا ما صدقت لقيت الكيس، انا كنت بدور عليه فعلا ومش عارفة الاقيه، لان من كتر خوفي منه حطيته في حتة بعيدة عن ايدياتي خالص بعد لما اشتريته، خفت والله. بس انا يعني هاخد الريسك بتاعها. يس، هحاول اخليها شبه البودرة، ده لازم اكيد. اوكي، دلوقتي انا تأكدت ولا لسه هشوف. اول ما بفتحها برفع حبة بالملعقة بتاعتي علشان اعرف هل هي ناعمة ولا لا. حاليا هي ناعمة اهي قدامكم. اوكي، هتجيبي بولة، بول طبق 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 من بتاع الكلب يا كلبة. يس، هتجيلي طبق. ايوان، طبق ألمونيا، طبق بلاستيك، طبق صيني لو ما عندكيش بت الورم جارتك. يس، هتاخدي بما يعادل من الشابة ملعقة واحدة كبيرة من اللي بناكل بيها، وهنبتدي الخلطة
بس قبل ما ابتديها هقول لكم على حاجه، اسمعوها كويس قوي وحطوها في ودانتكم وافتكروها. خلطه الشابه او اي ماسك داخله فيه الشابه، يا شابه ما تحطهاش تحت عينيكي ابدا، اكيد 100%. تمام؟ على الخدود، على القورة لو حبة، لكن هي على الخدود وحوالين الفم، وحوالين الفم من فوق ومن تحت وعلى الخدود. That's 100% safe. لو حطيتيها under your eyes it's so dangerous. This powder it might be stranger for you guys because we call it shaba. I have no idea if you can find it and if you can do it or not. So you better forget about this video, or if you know somebody Arabic, he will let you know exactly what I'm talking about. First of all, أول حاجة هتعمليها في الشابة بالعربي كده، هتعصري عليها نقطتين ليمون. حساسة متحسسة تقدري تستغني عن الليمون وتحطي شيء تاني اسمه ماء زهرة او ماء ورد. كتبت انا مرة مية، واحدة كتبت قالت يعني ايه مية؟ ماء يا امي، ماء 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 روز ووتر يعني. وحشتوني كلكو ومرسي خالص ليكو كلكو. وهنزل بنقطتين الليمون فوق الشابة. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم علشان نديها التفاعل الاولاني، وهتقلبيها هتحسي ان هي بتبقى لونها بامبي لما بتاخد الليمون. اوكي، here we go. شايفين؟ انا مش عارفه ليه هي لونها بامبي، انا اول مره استعملها، معرفش بقى هي لونها بامبي ليه. بس انا هديها دلوقتي معلقه واحده من الزبادي. اوكي، بلاش ده، ناخد معلقه نظيفه. اوكي، واحده بس كبيره من الزبادي، 1 يوجرت. تمام، here we go. هقلب الشابة مع الزبادي.